اهلا وسهلا بيكم في اخبار كريم. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن خبراء تحكيم يتحدثون عن هدف الاهلي الملغي امام فاركو، وبيقولوا او معظمهم بيقول ان هو قرار خاطئ. فخليكم معانا لغايه اخر الفيديو عشان تعرفوا اراء خبراء التحكيم في هدف النادي الاهلي في مباراة فاركو والأهلي في الدوري العام المصري في الجولة 28 من الدوري العام المصري. وخليكم معانا وما تروحوش في أي حتة، ودلوقتي هنبدأ بالتفاصيل اللي بتتكلم في هذا الموضوع. تحدث أكثر من خبير تحكيمي على لقطة إلغاء هدف النادي الأهلي أمام فاركو ضمن منافسات الجولة 28 من دوري الأهلي، وشهدت المباراة إلغاء هدف لبيرسيتاو في الدقيقة 71 من زمن المباراة بداعي التسلل على اللاعب الجنوب أفريقي بيرسيتاو. وقال الكابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي عبر قناة اون تايم سبورت إن مساعد الحكم كان بيقف في مكان ممتاز أثناء كرة هدف النادي الأهلي الملغي. مدافع فاركو كان على بعد 15.48 متر من المرمى، وبيرسيتاو كان بيبعد 15.5 متر، وهذا يعني أنه لا يوجد تسلل وهدف الأهلي صحيح وقرار الحكم المساعد صحيح. وأضاف إن حكم الفار يضع آخر نقطة على اللاعب ولا يضع الخطوط، والخطوط كانت موضوعة بشكل خاطئ، وهذه الكرة ليست جدلية من وجهة نظري، ومن رأيي أنه لا يوجد تعمد من حكم الفار، ولكن هناك سوء توفيق وعدم تركيز من حكم الفار في وضع النقطة على اللاعب، وفي النهاية هو بشر. وتابع ان هو لا يوجد ركلة جزاء لصالح فاركو على الرغم من لمس الكرة ليد ايمن اشرف لان يده داخل جسده، وقرار الحكم باشهار بطاقة صفراء على لاعب فاركو بعد تدخله مع محمد هاني قرار صحيح. وتابع ان كان هناك ركلة جزاء لصالح فاركو لم يتم احتسابها لوجود شد من ياسر ابراهيم للاعب فاركو، ثم وجود لمسة يد على يد أيمن أشرف، ولا أعرف سبب عدم استدعاء حكم الفار لحكم السحر. واختتم سمير عثمان إن لاعب فاركو اللي حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول كان يستحق بطاقة صفراء تانية في الشوط الثاني بعد تدخله مع علي معلول، ويستحق الطرد. والطرد المباشر اللي تعرض ليه لاعب فاركو وتدخله على لاعب النادي الاهلي هو قرار صحيح. ومن جانبه قال الخبير التحكيمي رضا البلتاجي عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور ان كرة ايمن اشرف ليست ركلة جزاء، واتفق مع حكم المباراة، فالذراع كان في حيز جسم اللاعب ولم يكن هناك تعمد. وعن هدف الاهلي الملغي قال ان هو من وجهة نظره الهدف اللي سجله الاهلي صحيح وفقا للزاوية المعروضة المدافع قدمي الاثنين داخل منطقة الجزاء. ومن جانبه قال ناصر عباس الخبير التحكيمي عبر قناة الاهلي ان لحظة استلام بيرسيتاو الكرة كان في موقف سليم وتم رسم خط الاوفسايد بشكل خاطئ. واضاف جنسيلي سوكاري لاعب فاركو كان بيستحق الطرد بعد تدخل قوي ضد محمد عبد المنعم واستخدام القوة الزائدة. واختلف الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف عبر قناة اون تايم سبورت 2 مع السابقين حول صحة الهدف الملغي. قال الغاء هدف بيرسيتاو امام فاركو
قرار صحيح بسبب التسلل. ومحمود عاشور من الحكام المميزين على تقنية الفيديو وله خبرات طويلة، واعترف ان اللقطة صعبة ومعقدة للغاية، ولكن كان هناك قرار صحيح من تقنية الفار. وعن حالة الطرد اختتم عبد الرؤوف ان هو قال: كنت اتمنى ان احمد الغندور ياخذ القرار ولا يلجأ للفار، لان الحالة واضحة والتدخل كان عنيف على لاعب النادي الاهلي. اخر الكلام في هذا الفيديو ان الاختلاف في التحكيم لا يفسد للود قضية. الاختلاف في التحكيم والاختلاف في آراء الحكام هي متعة كرة القدم المصرية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناة. مع تحياتي لكم جميعا، مع تحياتي كريم جميل.